أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن شبهة الشرور، والسؤال كان يتلخص في أنه ما معنى وجود الشر في العالم مع أن الله تبارك وتعالى خير مطلق. ذكرنا بعض الإجابات على هذا السؤال في المحاضرة السابقة، والآن نستعرض أسئلة أخرى. هناك أسئلة واضحة: هل الموت شر؟ وأقول واضحة بمعنى أنها تراود ذهن كل إنسان، وفيها من الاستئناس بالذهن الشيء الكثير. الذهن غالبا يعرف ويأنس أمثال هذه الأسئلة وتثار عنده، ولذلك ليس هذا السؤال غريبا. لاحظوا، كثيرا ما تصاب العوائل بفقدان أعز أفرادها. أحيانا تجد أبوين لا يملكان إلا ولدا واحدا أو بنتا واحدة، وقد تعب الوالدان على تربية هذا الولد أو البنت حتى وصل إلى مرتبة جيدة، أصبح شابا يافعا أو شابة هيفاء، وافترض أنها أو أنه ارتبط بخطيب أو خطيبة، وفي عنفوان الشباب، في نضارة العمر، في أيام حلاوة الحياة السعيدة التي يتصور لهما، وإذا بهما يتمشيان من باب المثال على يتمشيان في منطقة جميلة من البساتين على حافة النهر، فتنزلق رجل إحداهما فيسقط ويختنق ويموت، أو أنهما في طائرة وتصطدم الطائرة بشيء، بجبل، أو من باب المثال تفقد طريقها أو يحدث لها حادث فيقضى على 120 200 300 مسافر هم ركاب الطائرة. المهم، نقول هناك أمثلة كثيرة لهذا العنوان. كثيرا ما تصاب العوائل بفقدان أعز أفرادها، أو موت شاب منها، أو قتل من يعيلها وما شاكل ذلك. رجل يعيل زوجة وخمسة أطفال، خرج لطلب الرزق، وإذا بصاعقة نزلت وقضت عليه، وإذا بقذيفة جاءت من مكان بعيد ومات. لا شك في أن مثل هذه الحوادث يؤثر في نفوس أفراد العائلة، والألم يحز في قلوبهم، العواطف والمشاعر تهيج. إذا كان الإيمان ضعيفا في نفوس أفراد العائلة، أفراد الأسرة، فقد تؤدي هذه الحوادث إلى ضعاف الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يكفروا بالخالق وينسبوا الظلم إليه سبحانه. طبعا في غياب الشعور وفي غياب الوعي وعدم التفكير الأساسي فيما يقولون، تصدر جمل عفوية. أحيانا يتحدث الإنسان بشيء غير مناسب، غير ملائم، فيلقي باللوم على الله تبارك وتعالى الذي أخذ هذا الشاب أو هذا الأب أو هذا المعيل أو هذا الصديق العزيز الحميم. طبعا لا نقول كل الناس هكذا، وإنما هناك بعض المؤمنين يستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى وقضائه، ويعلمون كل العلم أن في ذلك مصلحة حتمية لهم، فترفرف السكينة عليهم ولا يستولي عليهم الضجر، وإنما
يكررون قوله تعالى إنا لله وإنا إليهم راجعون عملا بالآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء يعلمون كل العلم بأن ربهم الذي خلقهم وتفضل عليهم بالنعم والخيرات وأعطاهم المواهب والقابليات ومنحهم الإمكانيات والطاقات الواسعة لا يريد لهم إلا الخير، فهو في غنى عنهم وعن عبادتهم وعن جهودهم ونشاطهم وكل ما يعملون. لكن دعونا نرجع إلى موت هذا الشر. هل هو شر؟ صحيح يثير العواطف، صحيح أن موت هذا الشاب في مقتبل العمر أو موت الشخص المتكفل بإعالة الأسرة يؤدي إلى ضياع الأسرة أحيانا، إلى أنهم يحتاجون إلى من يعولهم ولا يجدون أحيانا. ولهذا تجد نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام. الإسلام يدعو إلى أن يتعاون الجيران، يتعاون المؤمنون، تتعاون الأسر المؤمنة لسد حاجات وتغطية العجز الموجود لدى هؤلاء. ولكن دعونا ننظر إلى نفس القضية، هل الموت في حد ذاته شر؟ صحيح أن موت هذا الشاب على ما هو عليه من تهيج العواطف وإثارة الأحزان، لكنه ليس شرا، فقد تقتضي مشيئة الله تبارك وتعالى، ومشيئته ليست عبثا، ليست لغوا، لأن عرفنا الحكمة، عرفنا أن ما يصدر من الله تبارك وتعالى يستند إلى حكمته، هو الحكيم المطلق ولا يفعل شيئا عبثا. أن يموت الإنسان في مقتبل عمره أحيانا كما تقتضي أن يموت وقد رد إلى أرذل العمر على حد تعبير القرآن الكريم أحيانا أخرى. ليس لعمر الإنسان حد ينتهي عنده. هل من الضروري أن يموت الجميع في سن 70 أو في سن 60؟ أو هل من الضروري أن يكون الله تبارك وتعالى قد زود الخلايا الحية في وجود كل إنسان على أن تكون لها قابلية الحياة إلى 70 سنة و80 سنة؟ الأمزجة تختلف والأجسام تختلف وتتفاوت وقدرة الخلايا على مكافحة الجراثيم تختلف، النظام الدفاعي في البدن يعني نظام مكافحة الجراثيم والوقوف بوجه العدو المتسلل إلى هذا الحصن المنيع هو نظام واحد في الحقيقة، ولكن فاعلية أجزاء وجنود هذه القلعة تختلف. نتيجة لذلك نقول ليس لعمر الإنسان حد معين ينتهي عنده، ولا أجل محدود يتساوى فيه الجميع. لكل واحد أجل، هذا أجله 25 سنة، ذلك أجله 30، غيره 60، الآخر 17، وهكذا. فكل يموت حسب أجله المقرر، ذلك الذي يعبر عنه القرآن الكريم بكل وضوح، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم لو لم يكن هناك موت، تصور أن تراكم هذه الكمية من الأحياء، تراكم هذا العدد الضخم يتراكم يوما بعد يوم، فيضيق بهم الكون الفسيح على رحابته، تضيق بهم الكرة الأرضية. لولا موت البعض وفنائهم لما فسح المجال للآخرين كي يعيشوا، فيجب أن يذهب جماعة ليخلو المكان لغيرهم. إذن من الذي قال لك إن الموت شر حتى تقول إن حوادث الموت التي تقع إنما تحكي عن الشر، والله تبارك وتعالى خير محض، لماذا يصدر منه هذا الشر؟ ليس شرا. أضف إلى أن النظرة الدقيقة ترينا أن الموت عبارة عن الانتقال من هذه الدنيا الفانية الزائلة إلى الآخرة الباقية، إلى الخلود. كل ما في هذه الحياة الدنيا
يدل على الاكتئاب، يدل على الضيق، يدل على المحدودية. سجن الدنيا سجن المؤمن. ولو لم يكن عندنا هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن، هو الإنسان يشعر بوجدانه ويعي بواقعه أنه مضيق عليه، محارب، محصور، محدود في هذه الحياة. أما في الحياة الآخرة فإنه يملك المجال الواسع، فإنه يملك القدرة التامة على التحرك، يشعر ويحس حقيقة بالفضاء الرحب الواسع الذي يستطيع أن يحلق فيه، يجد فيه مجالا واسعا للتحرك والنشاط من دون التقيد بشيء من مظاهر المحدودية والضعف والمعلولية. بناء على هذا نقول إن الموت لما كان عبارة عن الانتقال من هذه الدنيا الفانية الزائلة إلى الآخرة الباقية الخالدة، فإنه انطلاق من قيود المادة وخروج من أسرها. ومن الواضح أنه الكمال، كل الكمال أن تنطلق الروح، هذه الروح العظيمة، هذه الخلاقة، هذه التي تملك من وسائل الطيران والتحليق في أجماء في أجواء السماء والسمو المعنوي والكمال الروحي. هذا الطائر العظيم هو محصور في قفص ما زال في الدنيا، ولكنه يكسر هذا القفص وينطلق ليسبح في السماوات وفي الفضاء الرحب بفضل الموت. فإذا هو الكمال، كل الكمال أن تنطلق الروح من أسر الجسم المادي وتسبح في ذلك الفضاء الرحب. فإذا إذا كان الموت جسرا ينقلنا إلى تلك الحياة، إذا كان الموت واسطة النقل في عبورنا من هذه الحياة المحدودة، من هذه الحياة التي كلها ضعف ومحدودية وحصار المادة وسجن وقفص، لننطلق إلى ذلك الفضاء الرحب، إلى الخلود، فليس هذا شرا. سوء فهم هؤلاء وعدم تصويرهم وعدم فهمهم المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للموت، أدى إلى أن يقولوا أن الموت شر. ونتيجة لذلك نقول ليس الموت شرا. فما ذكرتموه من نموذج آخر على عدم وجود آثار الحكمة البالغة، عدم وجود آثار الخير المطلق لله تبارك وتعالى، هذا مرفوض ومردود كما اتضح لدينا. هناك نقطة أخرى وهي دفع الشر القليل بالشر الكثير. لاحظوا، إذا كان الفساد متفشيا في قوم يكتسح كل الأفراد ويجرف كالسيل العارم كل عضو من أفراد المجتمع، لابد أن يعالج، لابد أن يمنع من التوغل بصورة أشد في ذلك المجتمع، لابد أن يفكر في سد يقف أمام هذا السيل، حتى ولو توقف ذلك على إفناء المفسدين الذين لا يؤمل إصلاحهم. لاحظوا نوح عليه السلام، القرآن الكريم يصف لنا مقدار الجهود التي بذلها في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. هو غريب، 950 سنة نوح عليه السلام لبث في قومه يعظهم ويرشدهم وينصحهم ويعلمهم فلا يصغون، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب، كل ما دعوتهم إلى الخير والهداية كان هذا رد الفعل عندهم. طيب ماذا يفعل نوح؟
طلب من الله تبارك وتعالى أن يحسم، فجاء الطوفان لينهي هذه المأساة. أولئك الذين لا فائدة منهم ولا أمل في إصلاحهم، وفي الحقيقة كل هذا المجتمع كان كذلك، إذن أصيب بالطوفان والفيضان وقضي عليهم جميعا ما عدا أولئك. لا عاصم اليوم من أمر الله، حتى ابنه خطب لما طلب منه، طلب من الله تبارك وتعالى أن يلحقه به، خطب من قبل الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. طيب ماذا هو الحل مع هؤلاء؟ كذلك بالنسبة إلى يونس عليه السلام، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. طيب لماذا ذهب مغاضبا؟ لأنه بذل من الجهود الشيء الكثير مع قومه فلم ينجح معهم. أخيرا تصور أن الحل هو أن يترك هؤلاء وشأنهم وينجو بنفسه. فإذا نقول أحيانا يتوقف القضاء على هذا الفساد المطلق، يتوقف القضاء على هذا الفساد على إفناء كل المفسدين. لا تستغرب من أن تسمع يوما أن في الولاية الفلانية من المكان الفلاني لكثرة الفساد المتفشي فيه يحدث زلزال فيقلب كل هذه المنطقة ويقضي على كل الموجودين فيها. لا تستغرب أن يصاب الموضع الفلاني لكثرة ما فيه من الشذوذ والفساد والانحراف والتفسخ والتردي بكارثة وببلاء سماوي يقتلهم جميعا ويبيدهم عن آخرهم. هذا من باب إعدام الفاسد لإبقاء الصالح. حينئذ لا تستطيع أن تقول بأن الزلزال، بأن العاصفة، بأن الفيضان، بأن هذه الأمور إنما هي الشر، وكيف يصدر الشر من الله تبارك وتعالى وهو واهب الخيرات. العاصفة التي دمرت منطقة كبيرة في بريطانيا، هل نستطيع أن نقول بأنها تدل على عدم حكمة الله تبارك وتعالى؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى ليس خيرا مطلقا؟ كلا. لنصلح أنفسنا، لنزيل آثار الفساد حتى نعرف أن الله تبارك وتعالى كيف يعامل الحسنة بالحسنة والبركة والخير. فإذا إعدام الفاسد لإبقاء الصالح من قبيل دفع الشر القليل، دفع الشر الكثير بالشر القليل. الأطباء كثيرا ما يقطعون عضوا من إنسان مصاب بالسرطان مثلا لئلا يسري ذلك إلى الأعضاء الأخرى. قطع ذلك العضو، افترض أنه أصيبت يد أو أصيبت قطعة من جسد الشخص، رجله يده أصيبت بالسرطان، أصيب عضو بهذا المرض الخبيث. طيب لو تركوا هذا العضو فإن السرطان سيستمر ويسري إلى الأعضاء الأخرى. إذا جاء الطبيب وقطع اليد من هنا حسما لمادة الفساد ومنعا لانتشار السرطان إلى الأعضاء الأخرى لسريان هذه الخلية الفاسدة وطغيانها على الخلايا المجاورة وإفسادها، فشيء منطقي، شيء معقول. الأطباء غالبا ما يفعلون ذلك، يقطعون عضوا من إنسان مصاب بالسرطان لئلا يسري ذلك إلى الأعضاء الأخرى. أنت تنظر إلى القضية من زاوية العضو المقطوع فتقول قطع هذا العضو شر، نقول صحيح إنه شر ولكنه موجب للألم والجسم يصبح ناقصا بفقده وقطعه، إلا أنه لدفع شر أكبر وهو انتشار السرطان في جميع البدن. إذا ما قررنا بين الشر القليل والشر الكثير، حكم العقل حتما بتحمل الشر القليل درءا للشر الكثير. لهذا نقول
إذا ما قرنا بين هذين نجد نماذج كثيرة من قبيل إهلاك قوم نوح الطوفان، أو غرق قوم فرعون، أو إنزال العذاب على قوم لوط وما شاكل ذلك. هذا ما يحكيه لنا القرآن الكريم. وفي أحداثنا التي نعاصرها ونعايشها لا بد من وجود حكمة في ذلك. إذن لا مجال لشخص أن يقول إن الله تبارك وتعالى خير مطلق، فكيف يمكن أن يصدر منه الشر؟ هناك نقطة مهمة يلفت أنظارنا إليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة. تذكير العاصي، تذكير المنحرف ليقلع عن انحرافه وليبدل سلوكه يحتاج إلى حافز، يحتاج إلى تحول، يحتاج إلى نقطة تثير الانتباه. لاحظوا إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده عند الأعمال السيئة. بماذا يبتلي؟ بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات. لماذا؟ ليتوب تائب. إذن ليتوب تائب هو الهدف الأساسي من هذه البلايا. ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وهذا بيان عظيم من الإمام سلام الله عليه. عند الأعمال السيئة، يعني في الحقيقة العمل السيء أولا يصدر من العبد نفسه عند الأعمال السيئة. طيب الله تبارك وتعالى في مقابل هذا العمل السيء، يعني حينما يتفشى هذا العمل السيء، حينما تتفشى المساوئ والانحرافات، ماذا يفعل؟ يبتلي عباده. بماذا؟ واحد، بنقص الثمرات. اثنين، حبس البركات. ثلاثة، إغلاق خزائن الخيرات. المطر بركة من الله تبارك وتعالى، مادة حياتية. العيون التي تحت الأرض والآبار الارتوازية هذه ضرورية للزراعة. أحيانا الزراعة إذا كانت تستند وتعتمد على هذه الآبار الارتوازية، حينما ينزل منسوب الماء يصاب المسؤولون عن الري بالقلق ويضطربون. لماذا؟ لأنهم يرون أن هبوط مستوى الماء يؤدي إلى تلف الزراعة. أحيانا الله تبارك وتعالى يحبس البركات، أحيانا نقص الثمرات. ما معنى نقص الثمرات؟ الشجرة أزهرت وكان هناك محصول، ولكن المحصول أصيب بالتلف، جاء الجراد في منطقة فالتهم كل ما هناك. في لحظة انفتاح البراعم وانعقاد الزهرة والبذرة الأصلية للثمار والفواكه يأتي برد أو برد، قطع من الثلج تأتي فبقوة شديدة وتتلف جميع هذه الثمار. أحيانا الله تبارك وتعالى لأن خزائن الخيرات كلها بيد الله تبارك وتعالى يغلقها. فإذن إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، حتى ماذا يحصل؟ ليتوب تائب. لأن هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الفاسدة يقلعوا عن أعمالهم الفاسدة. ليتوب تائب ويقلع مقلع، يترك الذنوب. ويتذكر متذكر، الغافلون ينتبهون. طبعا الذي فيه قابلية لأن يتذكر، أما الذي استولى عليه الانحراف إلى درجة أنه لا يرى أمامه ولا يرى طريقه، فهذا لا مجال لإصلاحه. ويزدجر مزدجر،
طيب ما هو الحل؟ وقد جعل الله الاستغفار سببا لدرور الرزق رحمة للخلق. استغفر. إذا صدر منك شيء من هذا القبيل حاول أن تستغفر الله تبارك وتعالى بقلبك ولسانك، لا بلسانك فقط. فقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فرحم الله امرأ استقل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته. إذن هناك هدف، هناك غاية أساسية من هذه الابتلاءات حتى يحصل التذكر، حتى يستيقظ الإنسان من نوم الغفلة. دعونا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تزاحم المصالح. لماذا يغالي الإنسان في الطلب بحقه ويريد أن تكون كل الموجودات في خدمته، أن يكون أمره هو النافذ من دون معارضة ولا مزاحمة؟ إنه موجود صغير من بين هذه الموجودات الكبيرة التي تملأ الكون. لماذا هذه الأنانية؟ لماذا هذا التفكير في مصلحة الشخص إلى هذه الدرجة؟ هل أنت الوحيد في هذا العالم؟ هل أنت المخلوق الوحيد الذي لأجله خلق كل شيء؟ أليست الموجودات الأخرى في هذا العالم لها مصالح، لها غايات، لها أهداف، لها مناهج؟ أو ليس لكل منها نظام خاص تسير عليه؟ لماذا يريد الإنسان أن يختلف ذلك النظام كله لكي لا يتعارض مع مصلحته الشخصية؟ لنفرض رجلا خرج من داره في يوم غائم من دون أن يحمل معه مظلة تقيه من المطر، فذهب إلى عمله، وحينما أراد الرجوع إلى البيت وجد السماء ممطرة والمياه في الأزقة مجتمعة والوحل متراكم. هنا يتأذى، يستاء، يصاب بشيء من الخيبة. هل يحق له أن يعترض على النظام العالمي الشامل نظرا لما سيصيب ملابسه من الوسخ أو حذاءه من البلل؟ كلا، لأنه مع احتماله القوي بنزول المطر لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، فخرج بلباسه وحذائه الجديدين في حين أن غيره يحتاط لذلك ويلبس في أيام المطر والأيام التي يزداد احتمال سقوط المطر فيها، يلبس الباس الملابس المستعملة، يلبس الملابس التي لا ينفذ فيها المطر كثيرا، يحمل معه مظلة تمنعه من المطر وهكذا. فإذا أحيانا إنسان هو يتماهل في شيء، هو لا يتخذ التدابير اللازمة، فالمفروض أنه يتحمل مسؤولية ذلك. لماذا يتأذى؟ لماذا يخاطب الله تبارك وتعالى هذا موقع ذلك؟ مثلا يريد يقيم حفلة بمناسبة ما، طيب هو يجب أن يفكر هذه الحفلة يستطيع تأخيرها إلى الفصل الفلاني وذلك ممكن جدا لا توجد ضرورة، أو اليوم الفلاني فتكون هناك مناسبة أفضل، لا يجعلها في يوم تزداد فيه الحراجات وحينئذ يلقي باللوم واتبع على الله تبارك وتعالى ويندب حظه، وأنه لماذا الله تبارك وتعالى لم يرزقه حظا أفضل من ذلك وكذا وكذا. ليس هذا صحيحا، هذا نوع من الأنانية، هذا شيء من الإعجاب بالنفس وعدم الاستسلام للواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول إن المصلحة الإلهية تقتضي نزول المطر لإحياء الأراضي وإغراء النباتات، لجريان الأنهار في الوديان والسهول، كي يعود ذلك بالخير على هذا الفرد أخيرا، لأن المطر ليس عاملا لتوسيخ الملابس فقط وإنما عامل لإرواء الزرع. حينما
تزداد الفواكه، تزداد الخضروات، تنتعش الماشية، يزداد الحليب، يكثر اللبن، وهكذا تجد أن المطر هو عامل واحد ولكنه يتسبب في آلاف العوامل المؤدية الخير والبركة والنماء والرزق الذي يعود على هذا الإنسان بالأخرة. وأما ثالثا فلأن كل أجزاء الكون من الذرة إلى المجرة كل هذا يجري وفق سنن لا يتعداها وقوانين لا يتخطاها إلا ما شاء الله، ولا يكتمل النظام العالمي العام إلا بها، فكان لزاما أن يقوم كل جزء من أجزاء الكون بوظيفته التي فطر عليها من دون إخلال بذلك. الشمس تشرق وتغرب، النار تصهر وتحرق، البركان يفور ويثور، الرياح تهب وتعصف، الماء يجري ويغرق، الوحش يفترس، الحية تلدغ، العقرب تلسع. من الواضح أن ذلك كله ليس شرا، كل في موضعه خير، كل في موضعه جزء من النظام العام. تزاحم المصالح يحصل متى ما أراد كل واحد أن يحتفظ بموقعه ويتناسى الآخرين ويتصور أن الكل خلق من أجله. من الغريب أن هناك تعابير في التلمود الكتاب المقدس الثاني لدى اليهود يقول بأن الله تبارك وتعالى خلق اليهود على أساس أنهم الشعب المختار، وأن سائر أفراد الإنسان الذين هم ليسوا من اليهود بتعبير التلمود الجويم الأمميون، هؤلاء ليسوا بشرا وإنما هم قردة وخنازير وعقارب ووحوش مفترسة وكذا وكذا وكذا، ولكن الله تبارك وتعالى خلقهم بصورة البشر لكي يخدموا بني إسرائيل، لكي يخدموا اليهود. لماذا ذلك؟ حتى لا يستوحش اليهود من خدمة هؤلاء لهم. لاحظوا هذه الفكرة الاستعلائية، هذه الفكرة التي فيها من الأنانية الشيء الكثير. الله تبارك وتعالى خلق شعبا هو شعب الله المختار، والباقون ليسوا مخلوقين لله تبارك وتعالى على أساس أنهم بشر وإنما على أساس أنهم حيوانات، لكن الله تبارك وتعالى من على الشعب المختار بأن خلق الآخرين بصورة الإنسان لكي يخدموا هذا الشعب المختار. لهذا حينما لا تتحقق جميع مطالب هذا الإنسان الاستعلائي، هذا الإنسان الذي يرى مصلحته مزاحمة مع المصالح الأخرى، يلقي باللوم على الله تبارك وتعالى، يقول هذا ليس خيرا مطلقا، هذا الشر. ولكن الواقع أن ذلك كله ليس شرا، بل إن الشر في هذه الأمور اعتباري يفرضه الإنسان الذي يريد من الطبيعة أن تجري وفق رغباته ومشتهيات نفسه. يريد من النار، لاحظوا الإنسان يريد من النار أن تحرق الحطب ولا تحرق ثيابه، يريد من المطر أن يبل المزرعة ولا يبل البيت لأن سقف بيته كذا وكذا لا يتحمل المطر الكثير، يريد من الريح أن تجري بما تشتهي السفن، ومعنى ذلك أنه يريد من النار أن تكون نارا ولا نار، ومن المطر أن يكون مطرا ولا مطر، ومن الريح أن تكون ريحا ولا ريح. فما أعظم كبرياء هذا الإنسان وما أشد أنانيته. ولكن يجب أن يعلم هذا الإنسان أن الله تبارك وتعالى له سنة في هذا الخلق، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك ملاحظتان أخريان حول الأمراض وحول الشيطان. هل الأمراض وعوامل التلوث
وهي مستندة للإنسان يمكن إسنادها إلى الله تبارك وتعالى؟ ثم هناك سؤال، لماذا خلق الله الشيطان؟ نحن نريد أن نسير في طريق الهداية ولكن الشيطان يمنعنا ويزاحمنا، لماذا؟ هذا لو كان الله تبارك وتعالى يريد لنا الهداية لماذا خلق الله الشيطان؟ فهذا معناه أنه لا يريد لنا أن نكون سائرين في طريق الخير، ولكن هذا الزعم أيضا غير صحيح وسنرده في المحاضرة القادمة إن شاء الله، لننتقل من ذلك إلى تصوير عام نسميه النظام الأتم الأكمل. يعني ننتهي بنتيجة بعد دفع هذه الشبهات وبعد الإجابة على هذه الأسئلة، ننتهي إلى نتيجة وهي أن الله تبارك وتعالى خلق العالم كله على أتم شكل، على نظام دقيق لا أكمل منه، وندعم ذلك ببراهين وأدلة من القرآن الكريم ومن الأدلة العقلية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد كده